متابعين الموضوع مال العقود من 2017 وهذا يومك، وهاي الساعه اللي احنا بها امام الاستديو احنا متابعين موضوع العقود، لان احنا كنا طبقه واحده ونتابع ويا النواب ويا الوزراء ويا مدراء الاقسام اللي عندنا ويا مدير العام، فما عايفين الموضوع وندري كل شيء يصير بالدائره. نعم. فالدرجات الموجوده اكثر من هذا الرقم، بس نقول ما يخالف عمي هم زين ذكروها، نقول 839 هم ما يخالف. فحسب القرار الموازنه احنا تمويل ذاتي ما ادري منه مثلا الموازنه، احنا نقدر نثبت عن طريق هاي الدرجات اللي عندنا. واكثر يعني مشكلتكم مو صعبه؟ اكيد مو صعبه. ليش مو صعبه؟ لان احنا تمويل ذاتي ست، يعني نعم. احنا نطي هسه حاليا الرواتب من تجي راس الشهر، الرواتب تعطى من قبل الخطوط الى الوزاره اذا عندكم علم، يعني تجي تاخذ الرواتب لوزاره النقل من خطوط الجو العراقيه، اللي احنا تمويل ذاتي واحنا نعم. على رحلات الناقل الوطني رحلات كذا شهر تطلع كذا ايرادات يعني موجوده ارباح كذا ايرادات ارباح هذا الشهر زين، وبس احنا ما نعرف شنو السبب بعدم تثبيتنا. واليوم اذا تجين اتمنى عدستكم تزور مطار بغداد الدولي وتشوفون اقسام الشركه منو يعمل بيها ومنو الباقي بالدوام. زائدا احنا اليوم بوباء كورونا دوام حسبونا 50%، بس احنا غيرتنا اليوم على بلدنا وعلى الناقل الوطني نداوم 100% على مود يكون هناك ذخره لدى الموظفين لنشتغل والله العظيم بجد ونزاهة. أهم شيء الموظف اليوم من يؤدي عمله يؤدي عمله بنزاهة، وأن يكون يعني يشتغل 24 ساعة يعني ما يتأخر عن دوامه الرسمي. والله تلقينا مثل ميل الساعة، وكخلية النحل احنا اليوم متعاونين. هسه روحي للمطار تلقيه فارغ، ليش؟ مطار بغداد تحول أمام مبنى وزارة النقل لمطالبة بحقوقه، وإحنا عندنا كتب يعني أكثر من طلب احنا مقدميه إلى رئاسة الوزراء إلى معالي الوزير، يعني طلبنا موجود وواضح وصريح وموجود ومفصل به. يعني احنا عملنا قلت لك من 2016 بالمطار ولحد الان زين، وعندنا درجات مال 2016 2017 2018 2019 و2020 زين. ليش هذا التاخير؟ ليش اليوم انا يعني اتعجب من حضرتك انت تقولين اتصلنا بالوزاره يقولون ما نقدر نجاوبكم، ليش ما تقدرون تجاوبونه؟ جاوبوا اهل الحق واجهونه، او الخطوط ما حد يقولون الموضوع مو يمنا يم الخطوط الجويه، الخطوط الجويه يقولون احنا ما نقدر نصرح او نعطي يعني امل اصحاب العقود. زين لا عاد وين نروح احنا هسه؟ وين نلتجئ؟ يعني اذا الوزير مالتنا يقول انا ما اقدر وابو الخطوط يقول انا ما اقدر، وين نلتجئ يعني؟ نبقى والله بالشارع؟ احنا نفس السؤال سالنا يعني ليش ما يواجهونا؟ ليش ما يواجهونا؟ انا يعني هذا سؤالي اوجهه الى معالي الوزير النقل او الوكيل الاداري او وكيل استاذ سلمان البهادي، لماذا اكو اعلام عندنا بالخطوط الجويه العراقيه؟ نعم قصير، رسالتك واضحه.